قول لي راه الشبه غنبكي انا انا الاسود بزاف بين على الروح القتاليه تاعهم تاع ليكيب ناسيونال ماروكان مسطين لعبوا مزيان بينو على التوني الماتش ترجعوا في مقابله وتبارك الله على بوفان وتبارك الله على حكيمي وسيس تبارك الله عليهم رجال كلهم رجال صراحه تاع الله الكعبي اللي كان ناقص شويه ولكن حنا راه مسامحينو انت ملي خسرنا ملي كنا خاسرين في رومي ميطو راه جاتني واحد الهستيريا بغيت نبكي راه منتخب عندنا الشفايه تيشفوا فينا العبرازي وان تو تري باي باي لانجيري علاش بغينا نخسروا؟ وما عرفتش باش درنا لهم حنا عندنا ليكيب شاب كما تيقولوا هما عندنا دراري صغار عندنا بوفال تيقولوا محرز وعلى محرز قارنوا حنا مع بوفال بوفال دا احسن مراوغ في فرنسا احسن من نايمار دا على نايمار ومن من برة الحي المنتخب كامل وعلى راسهم جلالة الملك محمد السادس اللي اعطى واحد الاهميه كبيره للمنتخب وهاد الكاد هاد الكار ديالنا راه ما يديه حتى واحد. قول لي نسولك شنو رايك ديك الفوطه اللي العينين اخويا مني انا كراكش في كاميرون اقسم بالله حتى نسرق هذيك الفوطه حق الله حتى نسرقها حتى هذيك الفوطه انايا هذيك الفوطه طلع لي الدم تبع مرشوشه بالاحمر تتبان لي فوطه فيها الاحمر ملي دخلوا في دوزيام ميطو بان لي الحكم مشى قال لهم حيدوا الفوطه واش كوره تدخل تل الشبكه تضرب برا وتطيح ما تدخلش راه شي حاجه خياليه وتحيه للمغرب وتحيه للمغرب وفي بحر وريدة وعزيز الدرع واسفي كامل والمغرب كامل بغينا غدا ماسر غدا ان شاء الله تربح حتى هي علاش حتى هذوك الناس مساكن ولد باب الله بحالنا ما فيهم لا حسد ما فيهم غيره بحال بحال التوانسه والله يسهل على اي منتخب قلبه ابيض اما الناس انا بغيت نعرف واحد رئيس اركان تاع العسكر شاد الاقتصاد تاع دوله نهضر في السياسه ولا خويا عندنا الرئيس حنا راه بزاف خويا رحيم انا لحد الان واش ثقيل واش انا باغي رحيم يلعب صراحه انا من صراحه من القلب باغي رحيم ولكن شو المدرب النظره ديالو للمنتخب حنا ما نحكموش على واحد المدرب اللي دوز منتخب اللي دوز فرق كبار مدرب راه دوز فرق كبار دوز منتخبات كبار حنا ما نرجوش نحكموا عليه من شفنا المقابلات اللي دازو راه برافو على المدرب وبرافو على اللعابه كاملين نصيري زوين راه واعر تبارك الله عليه رجعنا في الماتش بروميا ميطو رجعنا في الماتش وبرافو عليه. شنو رايك في الانتقادات اللي كتنتقدوا؟ انا اللي بغي ينتقدني انا العالم كامل ترى كريستيانو تينتقدوا انا تنفرح من تينتقدوا انا تبان راسي بحال شي واحد كبير عادي انتقادات. كلمة الأخيرة تحية لولاد آسفي وتحية لولاد آسفي. وفيفا الاسفي وفيفا المغرب كامل وتحيه للمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن واي واحد يعشق المغرب حنا تنحبوا ولي دار غلطه غادي يخلص في البلاصه كما يكون نوعه من الاخر وتحيه الاسفي 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 تحيه الاسفي من عمولي تربوش النهار والكاس شوف الكاس شوف خويا الكاس بلا ما تسولني اش يعمل الكاس خشي في جيبك من دابا الكاس تاع المغرب الكاس تاع المغرب اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله